بسم الله الرحمن الرحيم، نستمر في مواضيع الفيروسات. فنأخذ موضوع اليوم بيكو آر إن إيه فيريديا كعائلة فيروسية. معكم عمار الحليفي، مدرس مقرر الأحياء الدقيقة الصيدلانية، فني صيدلة، جامعة العلوم والتكنولوجيا، تعز فرع الحوان. بداية، هذه عبارة عن اسم عائلة فيروسية تسبب أمراض بالنسبة للإنسان أو شائعة في المجتمع. نأخذ فكرة عن هذه العائلة وأيضا عوائل أخرى راح نأخذ بنفس اليوم أو بنفس هذه المحاضرة. خصائص هذه العائلة أو الخصائص العامة لهذه العائلة، أول حاجة صغيرة، صغيرة في الحجم، حجمها صغير جدا. رقم اثنين، نكت عارية بمعنى أنها لا تحتوي على غلاف. إيكوزا هيدرال اللي الخاصية الثالثة اللي هي عبارة عن ترتيب البروتين أو التناظر الفيروسي يكون على شكل متعدد الأوجه، إيكوزاهيدرال أو تسمى الكيوبيك. ميزتها أيضا بوزيتيف سينس سينجير ستراند آر إن إيه، قناة بوزيتيف سينس مباشرة أثناء التضاعف أو أثناء التكاثر تتحول إلى بروتين، لا تحتاج إلى إنزيم يحولها إلى مسنجر ار ان اي وبعدين الى بروتين. قال لا، ما تحتاج هذا الشيء، وانما مباشره تتحول الى بروتينات. الماده النوويه حقها قلنا ايش؟ سنجل ستراند او خيط مفرد من الار ان اي. هذه العائله الفيروسيه او البيكو ار ان اي تظهر او اكثر ظهورا في فصل الصيف وايضا في فصل الخريف. ميزتها ايضا ميزه اخرى لهذه العائله، قال تقاوم الكحول والمنظفات بسبب أنها نيكت كابسيد. تقريبا أخذنا سابقا أن أكثر الأحياء الدقيقة مقاومة للمواد الكيميائية المستخدمة في التطهير، أكثرها مقاومة هي الفيروسات. أول حاجة اللي هي البيرونز، ثانيا الاسبورات، وقلنا أيضا إيش الفيروسات العارية تأتي بعد البكتيريا اللي الميكوبكتيريا أو البكتيريا المحتوية على جدار خلوي شمعي. بمعنى أن الفيروسات العالية أيضا تعتبر من أكثر الأحياء الدقيقة أو من أكثر الميكروبات مقاومة للمطهرات، بعكس الفيروسات المغلفة. الفيروسات المغلفة بسبب أن الغلاف عبارة عن غلاف دهني يكون من السهل على المواد المنظفة أو المواد الكيميائية إذابة الغلاف الخارجي وبالتالي موت الجزيئة الفيروسية. لكن بعكس الفيروسات العارية تعتبر أكثر مقاومة للمنظفات أو المواد الكيميائية بشكل عام، سواء كان كحول أو منظفات. تقسم إلى أجناس متعددة. أول جنس اللي هو الإنتيرو فيروس أو سمى الإنتيرو فيروسز، أيضا جنس آخر يسمى الرينو فيروسز. إيش اللي يميز الإنتيرو فيروسز من اسمه إنتيرو؟ معناته معوي، يعني بيدخل عن طريق الفيك الأورال ترانزميشن أو ينتقل عن طريق الفم عن طريق الفم. هذا الفيروس أو هذه الجنس ينتقل عن طريق الفم، وأيضا بسمعه ميزة نادرة أنه على الرغم من أنه ينتقل عن طريق الفم ويصل للجهاز الهضمي إلا أنه لا يسبب إسهالات. نعرف أنه معظم الأحياء الدقيقة أو معظمها نعم تدخل عن طريق الفم أو عن طريق الجهاز الهضمي،
تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، سواء تسبب إسهالات أو تسبب تسممات غذائية. إلا هذا النوع من الفيروسات قال صحيح أنه يدخل عن طريق الفم، لكن لا يسبب إسهالات. أكثر من يصيب الأطفال تحت عمر 9 سنوات. وأيضا له ميزة فريدة أنه يفضل البقاء أو يفضل أو يقاوم البي اتش المنخفض، يعني عند 3 بي اتش معناته بي اتش منخفض أو منخفض بشكل كبير جدا أو الحموضة عالية. فقال هذا الفيروس يستطيع البقاء في بي اتش منخفض. وأيضا شيء آخر مش موجود هنا يكتب عندك، أنه أيضا يستطيع أن يعيش في ظروف في درجة حرارة أيضا منخفضة، وحتى يتم القضاء على هذا النوع أو على هذا الجنس من هذه الفيروسات ممكن نستخدم الفورمالدهايد أو ممكن نستخدم الكلورين. هذه تعتبر أكثر أنواع المواد الكيميائية تأثيرا على هذا النوع من الفيروسات. الرينوفيروسيس أقل خطورة من الانتيرو، ميزتها قال يعني لا تعيش عند درجات بي اتش منخفضة أو عند بي اتش منخفض عكس الأولى، أو البي اتش المنخفض يقوم بقتلها. تنمو عند درجة حرارة عالية، بمعنى أنها لا تعيش تحت درجة حرارة منخفضة، تنمو عند 33 درجة مئوية. قلنا الآن بنأخذ هذه العائلة بالتفصيل كمثال على هذا الجنس أو كمثال على هذه العائلة، راح نأخذ الانتيرو فيروسيس. لاحظوا وضح لنا هذا الجدول فيه كل شيء. الانتيرو فيروسيس عائلة مهمة جدا وشائعة في حياتنا اليومية، ممكن نصادف هذا الفيروس. أول حاجة الانتيرو فيروسيس بنأخذ مثال عليه البوليو، اللي هو فيروس شلل الأطفال. فيروس شلل الأطفال تعرف أنه هذا منتشر، وأكثر تواجدا هذا الفيروس في الدول النامية خصوصا التي تفتقر إلى وسائل النظافة، إلى التثقيف الصحي الغير فعال أو التثقيف الصحي الغير جيد. هذا يكون فيروس شلل الأطفال أكثر انتشارا في هذه المجتمعات، وربما يكون أكثر حدوثا إذا لم يتم إعطاء اللقاحات ضد هذا الفيروس. بنعرف الآن ليش هو خطير وليش منتشر. السبب الرئيسي هو طريقة الانتقال، كيف ينتقل هذا الفيروس. نعم، كيف ينتقل؟ قال عن طريق الانجسشن، اللي هو الابتلاع طعام ملوث بهذا الفيروس عن طريق الفم، طعام ملوث أو شراب ملوث ببراز إنسان أو يد متسخة، أيضا واحد أكل ويده مش نظيف. هذا أيضا إيش مسببات لانتقال فيروس شلل الأطفال. نعم، لاحظوا قلنا طالما هو يدخل عن طريق الأمعاء، يعني معنى ذلك أنه ممكن، معنى ذلك أنه يخرج في البراز. فقال تلوث الطعام أو الشراب أو الأيدي بالبراز، سواء أو أحيانا الخضروات أو الخضروات مثلا إذا كانت تسقى بمياه مجاري أو إذا كانت السيول توصل إلى هذه الخضروات وتم استخدام أو أكل الخضروات بدون غسل، أو الأكل بيد متسخة، أو تلوث مياه الشرب بمياه صرف صحي أو غيره. هذه تكون إيش فرصة الإصابة بهذا الفيروس تكون عالية جدا. قال صحيح أنها ما تظهر بشكل كبير جدا في المجتمع حاليا بسبب ماذا؟ اللقاحات، بسبب أن الطفل يأخذ لقاح شلل الأطفال. لكن إذا في أسرة أو في شخص لم يأخذ هذا اللقاح أو لم تجاهل هذا اللقاح أو ما عندهش الثقافة الصحية الجيدة عن أهمية اللقاح، ممكن يكون عرضة للإصابة بشلل الأطفال. إمرارية هذا الفيروس، الباثوجينيسيتي حقه، لاحظوا المستقبلات حقه الريسبتورز، المستقبلات لهذا الفيروس تتواجد، صحيح أنه يدخل عن طريق الفم لكن المستقبلات تتواجد في الخلايا العصبية اللي المورتر نيرونز الحركية القرنية الأمامية. هذه عبارة عن الخلايا العصبية
القرنين الأمامية، هنا تواجد المستقبلات لهذا الفيروس على هذه الخلايا. في معلومة مهمة جدا لازم تكونوا عارفين بها، أن الفيروسات تعتمد على وجود المستقبلات. حتى تصيب خلايا معينة لابد ما يصل الفيروس إلى المستقبل حقه، يعني تعتمد إمراضية الفيروسات على وجود المستقبلات. لاحظوا مثلا فيروسات الكبد، المستقبلات على خلايا الكبد. فيروسات الجهاز الهضمي مثل الروتا، المستقبلات على خلايا الجهاز الهضمي. فيروس الإيدز مثلا، أو فيروس الـ HIV المسبب للإيدز، حقه مستقبلات على الخلايا الماكروفاج وعلى خلايا المساعدة الليمفاوية اللي موجودة في الدم. إذا اعتماد على المستقبل، هنا يبدأ الفيروس يلتصق بخلايا اللي تحتوي على المستقبل لهذا الفيروس، ثم يستخدم الفيروس هذه الخلية اللي تحتوي على المستقبل، يستخدمها لعملية ماذا؟ التضاعف. لاحظوا مثلا الآن احنا نسمع الآن فيروس كورونا أو الكوفيد 19، المستقبلات حقه قال تتواجد على وين؟ على الجهاز التنفسي أو على خلايا الجهاز التنفسي. ليش بيدخل الفيروس أساسا إلى هذه الأماكن؟ يدخل مشان يستخدم الخلايا الجهاز التنفسي هذه من أجل التضاعف، لأنه قلنا الفيروسات خارج الخلايا لا تتضاعف، لكن تستفيد من وجود أو تستفيد من المكونات الخلوية لخلايا العائل مثل الريبوسومات والإنزيمات أيضا الأخرى، لأجل عملية ماذا؟ تكاثر أو تضاعف هذه الفيروسات داخل خلايا العائل. نرجع لموضوعنا، تكلم عن الإمراضية شوية. قلنا فيروس شلل الأطفال يدخل عبر الجهاز الهضمي إلى العقد الليمفاوية ويعود إلى مجرى الدم، ثم عن طريق الدم يصل إلى الحبل الشوكي والدماغ، حيث هناك يلاقي أو يذهب إلى المستقبلات على الخلايا العصبية، ثم يقوم بتحطيم الخلايا العصبية. تكون أيضا الإصابة، قد تكون الإصابة في الخلايا العصبية الحركية القرنية الأمامية. فترة حضانة هذا الفيروس من 4 أيام إلى 4 أسابيع. إيش معنى فترة حضانة الفيروس؟ من دخول الفيروس حتى ظهور الأعراض يستمر من 4 أيام إلى 4 أسابيع، بمعدل أو بمتوسط 10 أيام، هل يمكن يظهر بعد 10 أيام. لاحظوا مثلا إنه تبدأ أقل فترة لظهور الأعراض 4 أيام، أكثر فترة لظهور الأعراض 14 يوم، ممكن أكثر الأشخاص يظهر عندهم بعد 10 أيام. الآن نيجي عند المرض. طبعا يسبب أول حاجة الأعراض هذا المرض البوليو، أول حاجة تكون السيمبتوماتيك يعني لا عرضية، تو في يو أو يعني تكون بلا أعراض إلى بداية ظهور الحمى، تسمى الفيفر أوف أن ناون أورجاين، اللي حمى مجهولة السبب، يعني مش عارف ايش سبب هذه الحمى. قد تكون ايش قد سبب هذه الحمى هو ماذا؟ هو طبعا الحمى تعتبر ساينز، عبارة عن عرض او علامة عفوا، تعتبر من ضمن العلامات الغير مميزة، يعني ممكن اكثر من مرض يؤدي الى الحمى. الشخص اللي يصاب فيروس الاطفال او هذا البوليو تبدأ بالبداية عنده ما فيش اعراض، ثم تبدأ عنده تظهر حمى غير او مجهو او غير معروفة السبب، يعني غير معروفة السبب تسمى، ثم تبدأ عنده تظهر أعراض للأسيبتيك مينينجيتايتس، عبارة عن التهاب يصيب السحايا، يكون غير قيحي نان بريولانت هذا الالتهاب، أكثر شيوعا في الأشخاص تحت عمر 30 عام،
ويعتبر هذا العرض عبارة عن ميلد أو يسمى عرض خفيف لالتهاب السحايا الناتج عن إصابة فيروسية. إذن هذا رقم اثنين أو عفوا رقم ثلاثة من الأعراض. أول حاجة لا عرضي، ثم تبدأ حمى غير معروفة السبب، ثم تبدأ هذه الأسبتيك منين قتال سلوغ عن التهاب السحايا الغير قيحية، ثم تبدأ أعراض أخرى تسمى البارالايتيك بوليو. أو بالقوسين فيلا سيد أسيمتريك باراليسيس اللي هو الشلل هذا. إيش معنى هذا المرض؟ قال عبارة عن مرض يتخصص بعدم استجابة العضلات. قلنا بسبب إنه حصل للعضلات أو حصل للأعصاب تحطم أو تهتك من قبل الفيروس، فهنا تصبح ما فيش استجابة. قال إنه سينسوري لوز أو فقدان الإحساس. فقدان الإحساس قلنا هذا إيش؟ تعتبر من ضمن أعراض الإصابة بفيروس شلل الأطفال. إذا لخصنا الأعراض، أول حاجة تكون لا عرضية، رقم اثنين عبارة عن حمى مجهولة السبب، رقم ثلاثة لالتهاب السحايا أو التهاب السحايا المتوسط الغير قيحي الناتج عن إصابة فيروسية، ثم قلنا عبارة عن إيش؟ شلل مع فقدان الإحساس. أو يسمى الشلل الرخو. في أيضا أو نرجع لهنا من ضمن طبعا الحقول الإمراضية، ممكن أيضا يعمل نشر الفتيق اللي هو عبارة عن إيش؟ تعب في الأعصاب أو اعتلال في الأعصاب. في أيضا المرحلة الأخيرة من المرض مرض شلل الأطفال تسمى بالبوست بوليو سندروم، وهي عبارة عن حالة تظهر غالبا في الأشخاص الذين يعانون من الحالة الحادة من الشلل قبل عمر 10 سنوات. هذا الشلل نهض حني أن الأطفال الذي يصاب بالشلل أو يتمكن الفيروس منهم يكونوا بالغالب قبل عمر 10 سنوات. صحيح ذكرنا قبل شوية أعراض مثل السحايا مثل فقدان الإحساس، لكن هذه قد تصيب الصغار والكبار. لكن بالنسبة للشلل هذا أو يسمى المرحلة المتأخرة أو متلازمة المرحلة المتأخرة من الشلل اللي تظهر بهذا الشكل، تكون الأرجل أو يسمى ضمور في الأرجل هاي قد نتيجة تحطم أو تهتك في الأعصاب، تظهر على شكل ما يسمى بيش بالشلل أو حالة. قلنا هذه الحالة تظهر غالبا في الأشخاص الذين يعانون من الحالة الحادة من البشر قبل عمر 10 سنوات. نرجع عن التشخيص. تشخيص هذا المرض عن طريق السيرولوجيا أو علم الأمصال، ممكن تكون العينة العينة طبعا الفيروس هذا لا يتواجد في عينة السي اس اف في سائل النخاع الشوكي. قال نعتمد على العينة أو لا نأخذ عينة من سائل النخاع الشوكي. ممكن تأخذ العينة المرضية إما من الثروت اللي من الحلق في المرحلة الأولى، أو ممكن تأخذ من البراز في مرحلة المرض. قلنا بسبب أنه يدخل عن طريق الفم ويخرج عن طريق البراز، ممكن نتحرى عن وجود الفيروس هذا في عينة البراز. ممكن أيضا يشخص المريض، لاحظوا هنا نفس، ممكن يشخص المريض لو كلينيكال سريريا. ممكن يتم تشخيص المريض سريريا حيث تظهر اللي قلنا له مسيلة التروفي اللي الضمور في العضلات. قلنا بسبب قلنا تحطم الأعصاب ويظهر على شكل ماذا؟ فقدان الإحساس في العضلات، وبالتالي تؤدي إلى ما يسمى بضمور العضلات. هذا يشخص كلينيكالي أو سريريا. العلاج والوقاية، لاحظوا العلاج ما فيش علاج متخصص، لكن ممكن إيش في حالة وصل الشخص لمرحلة الأتروفي لا يوجد علاج، في حالة الضمور هذا ما فيش علاج.
لكن في وقاية بالبداية. طبعا العلاج دائما يجي مصطلح العلاج ومصطلح الوقاية. العلاج دائما يأتي بعد التعرض، بعد التعرض للمسبب المرضي سواء كان أحياء ضيقة أو غيره، لكن البريفينيشن أو الوقاية تأتي قبل التعرض للأحياء الدقيقة. طبعا في هنا لقاح أنتي فيرال اللي عبارة عن أجسام مضادة، عفوا لا ليس أجسام مضادة، وإنما عبارة عن لقاح اللي هو عبارة عن نقول فيروس إما مضاعف أو فيروس إما مقتول. لاحظوا قال لايف فاكسين، عبارة عن لقاح يكون عبارة عن فيروس مضاعف يحقن به الشخص قبل التعرض، قلنا في مرحلة الطفولة يتم حقن الشخص بهذا الفيروس المضاعف، بحيث أنه هو غير قادر على إحداث المرض لكنه قادر على تحفيز خلايا المناعة لإنتاج الأجسام المضادة وخلايا الذاكرة في حال أن الشخص تعرض لاحقا لهذا الفيروس لا ما يصيرش عنده المرض. نعم هذا هو الوقاية، سواء كان قلنا متوفر اللايف فاكسين أو الكيلد فاكسين. اللايف فاكسين يسمى سابين نسبة للشخص، الكيلد فاكسين يسمى السوك. طبعا عبارة عن ايش؟ قلنا نفس الفكرة، عبارة عن ميكروب أو فيروس هنا مقتول يعطى على شكل لقاح في الطفولة، أو يعطى على شكل ميكروب أو يعطى على شكل فيروس حي غير قادر على إحداث المرض. كلاهما المقتول والحي المضاعف يستطيع تحفيز خلايا المناعة لإنتاج الأجسام المضادة وخلايا الذاكرة طويلة العمر. خلاص ما فيش حاجة هنا، ننتقل الآن إلى موضوع آخر مهم جدا في مجتمعنا وهو فيروسات الكبد. وسمى الفيرال هيباتايتس، لاحظوا هذه صورة لكبد سليم وهذه صورة لكبد محطم ناتج عن إصابة فيروسية أو عن تناول الكحول، ممكن تؤدي إلى تحطم الكبد، ممكن تؤدي إلى وجود أمراض مناعية تهاجم المناعة أو جهاز المناعة يهاجم خلايا الكبد، أو قد يكون المسبب سموم أو مواد كيميائية كلها تؤدي إلى تحطم الكبد. لكن أبرز مشكلة بالنسبة للكبد هي الفيروسات، تسمى فيروسات الكبد في معانا الآن. لاحظوا أعراض فيروس الكبد، أو أول حاجة اللي هي السمبتومز، الأعراض بشكل عام لالتهاب الكبد. أعراض بشكل عام قلنا أول حاجة اللي هي الفيفر، حمى، مليز، تعب، هيديك اللي هو الصداع، أنوركسيا، فقدان الشهية، فوميتينج اللي هو تقيؤ، دارك يورين، البول يكون لونه غامق، وأيضا اللي هو الجونديس اللي قلنا اصفرار أو يسمى اليرقان عفوا، هذا يصيب العين وأيضا يصيب الجلد. هذه أعراض عامة لالتهاب فيروس الكبد الناتج سواء كان إصابة فيروسية أو إصابة أخرى. لكن إذا ظهرت هذه الأعلام أو إذا ظهرت هذه العلامات نبدأ نتحرى عن وجود الفيروسات. لخصناه هنا في جدول واضح، لاحظوا كان في 100 أنواع لخلايا الكبد، 5 أنواع شائعة في المجتمع وخطيرة. النوع الأول يسمى الهيباتيتس A، النوع الثاني يسمى الهيباتيتس B، 3 هيباتيتس C، 4 هيباتيتس D، 5 هيباتيتس E. هذا كلاهما أن عبارة عن إيش؟ فيروسات من عوائل مختلفة، لكن جميعها تتفق بأن المستقبلات هذه الفيروسات تتواجد على خلايا الكبد وتستطيع أيضا إيش؟ تلحق أضرار بالإنسان أو بالكبد إذا تعرض لهذه الفيروسات. طبعا الفيروس الكبد A اختصاره HAV أو يسمى الإنفكياس اللي هو المعدي، أو أكثرها طبعا انتشارا، يعتبر أكثر أنواع فيروس الكبد انتشارا، نعرف لاحقا السبب. النوع الثاني هو البي، يسمى السيرم أو اللي هو المصلي اختصاره HBV، الثالث اختصاره HCV، ويسمى طبعا يكون أكثر شيوعا بعد أو بعد عملية نقل الدم، أو أكثر انتقال لهذا الفيروس يكون بعد عملية نقل الدم.
يسمى نان اي نان بي فيروس. النوع الثالث يسمى او النوع الرابع عفوا اتش دي في او يسمى الدلتا فيروس. النوع الخامس يسمى الانتريك فيروس او يسمى الاتش اي في اللغة الناشئ الفيروس المعوي. الاختلاف اول حاجه في اختلافات بين هذه الفيروسات، اول حاجه من ناحيه العوائل، كل فيروس ينتمي لعائله معينه. ايضا الخصائص اللي هي النوع المادة النووية، وأيضا التركيب، ما إذا كان مغلف ولا مش مغلف، أو عار، أو أقصد عاري يعني ما فيش معه غلاف. أيضا الاختلاف في الانتقال، كل واحد من هذه الفيروسات له طريقة انتقال. أيضا المرض أو شدة المرض أو كيف يظهر المرض، في بعضها يتم الشفاء منها تلقائيا، في بعضها قلنا ماذا تكون خطيرة، قد تتحول إلى مزمنة، قد تؤدي إلى ظهور سرطان الكبد أو تليف الكبد. إذا تختلف حسب الفيروس. من ضمن الاختلافات أيضا نسبة الوفيات للمورتاليتي والتشخيص. أيضا بنقارن بهذه الخمس أنواع بناء على هذه المعلومات. أول حاجة الفاميلي، تلاحظوا أن الإي العائلة حقه بيكو آر إن إي، البين هيبا دي إن إي، السين فيلافي فيروس، الدين عائلته غير واضحة أو غير معروفة، ما فيش عائلة مميزة لهذا الفيروس. رقم إن الهيبي فيروس. إذا عوائل مختلفة، قلنا وين اختلفت العوائل، وين اختلفت الأشكال، وين اختلفت طريقة النقل، إلا أنها جميعها تتفق بأن المستقبلات تتواجد على خلايا الكبد. الانتقال، لاحظوا الإي ينتقل عن طريق الانتقال له عن طريق ابتلاع الطعام أو الشراب الملوث بهذا الفيروس، أو اليد المتسخة بهذا الفيروس، فانتقاله له الفيكل الأورالي أو يسمى الفيكل الأورال. طبعا يعتبر أكثر أنواع الفيروسات انتشارا بسبب أنه انتقاله عن طريق الفم، يعني شخص ممكن تلوث يده بهذا الفيروس أو أكل طعام ملوث بهذا الفيروس، لأن الفيروس ممكن يخرج عن طريق البراز وتلوث الأكل أو تلوث المياه صرف أو تعوض مياه الشرب، اختلط مع مياه الصرف الصحي، أو قلنا السوائل وصلت إلى مزارع وتم أكل الخضروات من دون غسل. هذه كلها قد تسبب انتقال الفيروس عن طريق الفم. لكن شوفوا البي والسي والدي تنتقل بطرق الانتقال المحدودة، اما عن طريق اللي هي اللي البارنترال، الطريقة الغير الانتقال الفموي، سواء عن طريق الحقن او عن طريق الدم او عن طريق سوائل الجسم. هذه تسمى بارنترال اللي هي قلنا طرق غير اللي هي البرنتلال، هذه تسمى طريقة غير الفيكال أورال، أو تنتقل عن طريق السيكشوال الاتصال الجنسي. إذا معك البين والسين والدين، انتقل عن طريق قلنا طرق غير الفم، مثل قلنا عن طريق الحقن، عن طريق سوائل الجسم، عن طريق الدم، بالإضافة إلى الطريقة اللي هي إيش، الطريق الاتصال الجنسي مع شخص، بشخص مصاب مع شخص غير مصاب. الإي يتفق مع الإي أن الانتقال كلاهما عن طريق ماذا؟ الفم. التيزيز، قلنا صحيح أنه أكثر انتقالا أو أكثر شيوعا له الإي، لكن أعراضه تكون خفيفة أو متوسطة، ما فيش، ما يطورش إصابة مزمنة، وليس له مضاعفات مثل سرطان أو تليف في الكبد، ما يعملش، يجلس فترة معينة ثم يختفي تلقائيا. حتى إذا ظهر أو إذا اكتشف الشخص أنه مصاب، ممكن يبدأ بعملية المعالجة من خلال معالجة الأعراض مثل قلنا الحمى واللي الأكثر شيوعا. ألبي قال يعمل نوعين من الإصابة، إصابة حادة وإصابة مزمنة. الإصابة الحادة تكون عادة شديدة تسمى سيفير، نعم شديدة، مع ظهور الأعراض اللي ذكرناها سابقا. قال من 5 إلى 10% من الأشخاص البالغين الذين تعرضوا لهذا الفيروس ممكن أو يتحولوا إلى تصل عندهم الإصابة إصابة مزمنة، أو ممكن يحمل الفيروس معه فترة طويلة أكثر، يعني ممكن سنين، ربما أكثر من كذا. واضح متى، إيش معنى، إيش الفرق بين هنا مصطلح الأكيوت والكرونيك؟ قال وجود الفيروس في دم الشخص لفترة أكثر من 6 أشهر هنا نسميه كروني. يعني إذا كان الفيروس تعرض اليوم لهذا الفيروس، جاء بعد 6 أشهر
علم انه الفحص على الفيروس او السيرفس انتيجين او الدي ان اي حق الفيروس ما زال موجود داخل الشخص، معناته الان الشخص صار عنده اصابه مزمنه، هذا الان مزمن. اذا استمرار الفيروس او الانتيجين السطحي للفيروس لاكثر من 6 اشهر يعتبر ماذا الان؟ كورونيك هيباتايتس بي بيشنت، صار الشخص عنده اصابه مزمنه. قال نسبته طبعا نسبه مخيفه الى حد ما، كبيره جدا، يعني من 5 إلى 10، يعني من كل 100 شخص ممكن من 5 إلى 10 أشخاص تكون عندهم إصابة مزمنة. طبعا الإصابة المزمنة هي تعتبر خطيرة، لماذا؟ لأنه ممكن يكون ناقل إلى أشخاص آخرين، خصوصا أن الإصابة المزمنة تكون بالغالب بدون أعراض، نادرا ما تظهر عند الشخص أعراض، لكن بدون أعراض ممكن الشخص ما ينتبهش أنه مصاب، أو الآخرين ممكن ما ينتبهولوش أنه يعني عفوا أنه حامل المرض أو أنه حامل هذا الفيروس، وبالتالي يكون يقللوا من التعامل معه بحذر، وهذا تكون قد يكون مصدر لعدوى هذا الآخر أو مصدر لعدوى الآخرين. فهذه مشكلة الكارير بالنسبة للإصابة بفيروس الكبد البائي. طبعا هذا يسمى فيروس معدي، وكثير يعني انتشاره يفوق فيروس الـ HIV أو الفيروس المسبب بالإيدز بمقدار 100 مرة، إذا يعتبر أكثر انتشارا. معه ميزة أيضا، أنه ليش يعني يعتبر أكثر انتشارا؟ قال صحيح أنه يعني ممكن يبقى على الأسطح أو خارج الخلايا الحية أو خارج المستقبلات حقه أو الخلايا، أنا على الأسطح مثلا على البنشات أو على أي حاجة أخرى، ممكن يبقى لمدة أسبوع. صحيح أنه ما يتكاثرش لكن يبقى حي لمدة أسبوع. يعني مثلا لو واحد حصل بينه جرح وعنده حامل بشكل مزمن لهذا الفيروس، وجاء وضع يده مثلا على الكرسي ولا على البنش ولا على الناسة ولا على أي حاجة، والفيروس الآن بيخرج إلى البنش أو إلى هذه الأرضية، جاء شخص آخر عنده جرح أو عنده ميم جرح يعني جسمه مفتوح، قام وضع يده إلى هذا المكان اللي بينه الدم، أو سواء كان ظاهر أو غير ظاهر، أو المكان المحتوي على الفيروس، ممكن على طول ينتقل لمن؟ لهذا الشخص الفيروس، ويبدأ الآن يدخل إلى داخل جسم الشخص الآخر. إيش الميزة قلنا أو شو الخطورة؟ أن في بقاء الفيروس على الأسطح طويلة قلنا قد تستمر حتى أسبوع كامل. بالنسبة للأطفال، طبعا الأطفال هنا المقصود به الأطفال الذين خلقوا أو ولدوا من أم مصابة، يعني كانت الأم مصابة وانتقل إلى الطفل الفيروس عن طريق المشيمة. هنا 90% منهم يصير عندهم إصابة مزمنة. طبعا هذا برضو مشكلة، لذلك في بعض المجتمعات يعملوا فحوصات قبل الزواج، من ضمنها فحص التحري عن وجود فيروس الكبد البائي. ليش هذا الشيء كله؟ السبب هو علشان ما ينتقلش للأم، أو إذا لم يستطع التغلب عليه، أو عشان أول حاجة يعرفوا إن الأم مصابة أم لا، واضح؟ بعدين يدوا لها علاج أو يقللوا من انتشار الفيروس في المجتمعات. إذا لم يتم السيطرة على الفيروس أو العلاج حقه طبعا يأخذ له وقت، وبالتالي قلنا معرفة إن الشخص مصاب أفضل من عدم معرفة هذا الشيء. أقل حاجة بيستخدم أساليب وقاية، أساليب حماية، كيف يحمي نفسه، أيضا كيف يحمي الآخرين عشان ما يكونش مصدر عدوى. فقال أيضا برضو رقم كبير جدا، أن 90% من الأطفال يحملوا الفيروس قلنا لفترة طويلة قد تستمر مدى الحياة. في أيضا من مضاعفات هذا الفيروس ومن خطورته، في نسبة تختلف من مرجع إلى أخرى، بعض الكتب يقولوا 25%، بعضهم يقول 20%، أن من الناس اللي عندهم إصابة مزمنة بنسبة قلنا 25% 20% يصير عندهم هيباتو سيلولار كارسينوما اللي هو سرطان الكبد. يعني الناس المزمنين هذا ممكن يتطور عندهم سرطان الكبد بنسبة قلنا من 20 إلى 25%. أيضا في مضاعفات أخرى لهذا الفيروس قلنا اللي هو إيش؟ السيرهوسيس أو تليف الكبد، بمعنى أن الكبد يفقد وظيفته أو تفقد بعض الإنزيمات الكبد وظائفها، وبالتالي يعاني الشخص من مرض الكبد. السي نأخذه بشكل سريع، المادة النووية RNA مغلف، الانتقال حقه نفس البين،
أيضا نفس الفكرة بخطورة أنه يعمل لك إصابة مزمنة وإصابة حادة. الأكيوت تكون الإصابة الحادة أخف من البين، تكون قليلة يعني. سب كلينيكال ما تكونش واضحة. سب كلينيكال معناته تظهر بعض الأعراض الغير متخصصة، مثلا حمى، صداع، يعني ما نعرفش نجزم إنه هذا عنده فيروس السين إلا إذا كان عندنا التأريخ المرضي حقه أو القصة المرضية. لكن قلنا الأعراض تكون خفيفة. لكن قلنا مشكلته أيضا يعمل إيش، 80% من الناس أو من الأشخاص المصابين بالسين يصير عندهم إصابة مزمنة. 80% أيضا برضو رقم كبير جدا إنه يطور عنده إصابة مزمنة. لكن الآن مشكلته احتل إلى حد ما، في علاج الآن، العلاج شغال ضد هذا الفيروس، وبالتالي نسبة الشفاء تكون عالية. من مضاعفاته يطور أيضا سرطان الكبد، وأيضا تطور له قلنا إيش، تليف الكبد. الدين دائما قال يكون، طبعا العيلة غير واضحة، لكن المادة النووية قال آل إنية ومغلف، مفيش عائلة يعني خاصة بهذا الفيروس. الانتقال نفس البين والسين، قال دائما يكون مترافق مع الإصابة بالبين. الإصابة بفيروس الدين دائما تكون مترافقة مع الإصابة بفيروس البين. في هذه الحالة تكون إيش، الخطورة عالية جدا، لأنه بدل ما كان الشخص يعاني من فيروس الآن صار يعاني من اثنين، اللي هو البين والدين، أو نسميه في هذه الحالة السوبر انفكشن، اللي عدوى خارقة، اللي قدنا نتيجة عن ماذا، الإصابة بنوعين من الفيروسات اللي هو الدين أو الهيباتيتس دي فيروس والهيباتيتس بي فيروس. قلنا عادة تكون الأعراض خطيرة وحادة. مضاعفاته قال اللي سيرهوسيس، وأيضا اعتلال الكبد، ما يطورش سرطان، ما يكونش عنده سرطان، لكنه إيش، قلنا قد تكون نسبة عالية يصير عند الشخص تليف في خلايا الكبد. طبعا هنا تكون انتشار خلايا الكبد، انتشار فيروس الكبد تكون عالية، أو يكون نسبة الانتقال من شخص إلى شخص آخر تكون عالية عندما قلنا إيش، بالإصابة بالدين عندما يترافق مع الإصابة بالبين. الإين مشكلته بسيطة جدا، قال نورمال بيشنت، الناس العاديين أو المرضى اللي تعرضوا لهذا الفيروس تكون عندهم الأعراض خفيفة، لكن تكون خطورته فين، في النساء الحوامل، خصوصا في الثلاثة الأشهر المتأخرة من الحمل، أو تسمى الثيرد ترايمستر، اللي هي الثلاث الأشهر الأخرى من الحمل، تكون هنا نسبة عالية أو تكون الخطورة عالية بالإصابة بهذا النوع من الفيروس. طبعا في هنا حاجة أشتي أوضحها بشكل أوضح، ماذا يعني مصطلح البارنتيرال علشان ما يتبشوش، يعني قال ليس، أو الانتقال لا يكون خلال الفم أو خلال الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، وإنما يكون خلال الحقن أو الانجكشن، عبر إما تحت الجلد أو تحت أو العضل أو الوريد، يعني يدخل إما عن طريق الدم، عن طريق مثلا لو استخدمنا شرنقة ملوثة أو أي حاجة ملوثة، عن طريق إما قلنا تحت الجلد أو بالعضل أو عن طريق الانترا فينيس، أو عن طريق الأوردة. قلنا هذه تسمى الطريقة اللي هي الانترال. خلص هنا المورتيليتي، نسبة الوفيات قال بالنسبة للإيه قليلة جدا، صحيح انه قلنا كثير الانتشار لكنه مش خطير، فنسبة اقل من 0.5%، الوفيات قليلة جدا. اكثر ما يصيب هو يصيب الاطفال، فيتم اذا تم معالجة الطفل ومعالجة اعراضه ممكن ايش، يتم التشافي بسرعة، مفيش اي مشكلة، يعني نسبة الوفيات قلنا ايش، منخفضة جدا. البين نسبة الوفيات عالية أو مخيفة، قال من 1 إلى 2، يعني من كل شخص يصاب بالبين من 1 إلى 2 ممكن يتوفوا. السين
أيضا أقل من البين، ممكن واحد إلى أقل من أو كل 100 شخص أصيب بهذا الفيروس ممكن واحد يموت، أو من كل 200 شخص ممكن يموت أيضا واحد فقط. الدين قال تكون نسبة الوفيات عالية. السبب قلنا لماذا تكون هنا عالية؟ لأنه قلنا الشخص يعاني من إصابة بالدين مع البين، فهنا تكون نسبة الإصابة قال عالية. الإي قال قلنا بسبب صحيح أنه ينتشر بشكل كبير جدا حكمه حكم الإي بسبب أنه قلنا ينتقل عن طريق الفم، ويسبب أيضا نسبة وفيات عالية من 1 إلى 2%. أكثر ما يسبب وفيات هو في النساء قلنا في المرحلة الثالثة من الحمل أو سمى الثيرد ترايمستر بريجننت بيشنت، هنا تكون نسبة الوفيات بالمرأة الحامل 25%، وهذا أيضا يعتبر رقم مخيف جدا. لذلك الوقاية مهمة جدا خصوصا بهذه الفيروسات، خصوصا فيروس الإي وفيروس الإي، يعني غسل اليدين قبل الأكل بالماء والصابون، نظافة والثقافة الجيدة، هذه كلها خصوصا قلنا في مرحلة الحمل بالنسبة للإناث، هذه كلها تفيد من عدم التعرض لهذا الفيروس. التشخيص بالنسبة لي نبحث عن وجود الأجسام المضادة من نوع IgM. بالنسبة للبين نبحث عن أنتيجين يسمى الـ HBS أنتيجين أو يسمى الأنتيجين السطحي. وجود هذا الأنتيجين معناه أن الشخص مصاب بفيروس الكبد البائن. عدم وجود هذا الأنتيجين معناته أن الشخص غير مصاب بفيروس الكبد من النوع B. ممكن نبحث عن الأجسام المضادة، هي مؤشر عن أن الشخص في مرحلة الحادة أو المزمنة. إذا ظهرت الأجسام المضادة وتسمى الـ IgM إلى الكور أنتيجين أو الأنتيجين الخاص بهذا الفيروس، مع ذلك أن الشخص في المرحلة الحادة. السين نبحث عن الأجسام المضادة الخاصة بهذا الفيروس باستخدام تقنية الإليزا، هنا طبعا نستخدم أيضا الإليزا أو تقنية أخرى، هنا أيضا نستخدم الإليزا عبارة عن تقنية مناعية. الدين قلنا نبحث في الإصابة بفيروس الدين عن الفيروس اللي هي الأجسام المضادة الخاصة فيروس الكبد الدين، بالإضافة إلى الأنتيجين الخاص بفيروس الكبد البائن. بالنسبة للإين قال نبحث عن الأجسام المضادة في جسم الشخص أو في عينة الشخص أو في دم الشخص باستخدام تقنية إليزا. قلنا وجود الأجسام المضادة في عينة الشخص معناه أن الشخص أو معناه أن الشخص هذا تعرض لهذا الفيروس، فالجهاز المناعي يطور أجسام مضادة. هذه الأجسام المضادة نستدل بوجودها على أن الشخص